الكرام محمد عقبة زكريا وعبد الرزاق طلبة جزائريون ممن اختاروا العاصمة الروسية موسكو لمزاولة دراستهم العليا على غرار الهندسة المدنية والطيران يفتقدون كثيرا المنتخب الوطني الغائب عن المحفل الكروي. في ميكروفون كمال مهوي ثانية. الحياة في روسيا هنا تتطلب اندماج، والاندماج مش راح يكون سهل، ما يجيش بيوم ويومين. لازم أول حاجة اللغة، لازم تكون تعرف اللغة، واللغة في البداية تكون صعبة وبعد راح تسهل بالممارسة. الشعب مازال شوية فيهم ناس طيبين، فيهم ناس مازالوا عندهم نظرة قديمة، مازالت يظنوا بأن الناس القادمين إلى روسيا هنا جايين كان اللي عنده نظرة يشوف الشعب الناس باللي راهم جايين متطفلين، وكان اللي يحترم يقولك ناس جايين بخبرات وجايين يرتشفوا من الثقافة الروسية. والله احنا تمنينا المنتخب الجزائري يكون حاضر، لكن للأسف إن شاء الله في 2022 في قطر نكونوا حاضرين. يغيب المنتخب الجزائري نشجعوا المنتخبات العربية، إن شاء الله المنتخب التونسي يحقق نتيجة إيجابية، ومنتخب سعودي إن شاء الله يدارك مع اليورغواي والمنتخب المصري والمغربي. والله كما راك تشوف تولي ناسيون كاين طرون دو ناسيون لهنا راهم بيان بارتيسيبي وحاضرين مليح، مي دوماج ليكيب ناسيونال ما كانش في كوب دي موند 2018. واك عارف لي جوار مونك تاع ناسيوناليزم، ومام المدرب ما كان وتغيير المدربين جاب لي ربي اثر مليح في الفريق الوطني.